ينضم إلينا من باريس عبر خدمة سكايب مراسل الغد أحمد كيلاني. أحمد، تساؤلات كثيرة تدور حول منفذ هذا الهجوم، حكم عليه 27 مرة في فرنسا وألمانيا وسويسرا أيضا. أولا، كيف كان يعيش حرا؟ وكيف هي ردود الأفعال حول هذا الهجوم وتوقيته؟ في الحقيقة ردود الأفعال تراوحت ما بين مرحبة من خلال السكان الذين أعربوا عن ارتياحهم الكبير نتيجة للانتهاء من هذا الكابوس الأمني. حقيقة أن سكان ستراسبورغ عاشوا تقريبا 48 ساعة في حالة من التوتر والخوف الشديد، لأن المهاجم تمكن خلال اليومين الماضيين من الهرب ومعه السلاح. بعض الأهالي في ستراسبورغ خلال اليومين الماضيين لم يرسلوا أبنائهم إلى المدارس والتزموا بيوتهم، لم يستطيعوا الخروج. بالأمس خرج الأهالي بعد الإعلان عن تنفيذ هذه العملية، خرج الأهالي إلى الشوارع وقدموا التحية والشكر إلى الشرطة الفرنسية. هذا على صعيد الأهالي والسكان، ولكن على صعيد المعارضة الفرنسية وجهت انتقادات لاذعة وكبيرة للسلطات الفرنسية نتيجة عدم تمكنها خلال اليومين الماضيين من إلقاء القبض. اليوم هذا الأمر يعتبر إنجاز كبير للسلطات الفرنسية، خصوصا أن هذا الإنجاز بالأمس جاء عشية التظاهرات المرتقبة حركة السترات الصفراء، كما هو معروف أن فرنسا تعيش أزمة أخرى على صعيد الشؤون الداخلية منذ منتصف الشهر الماضي. فحركة هل السترات هذه الصفراء لم العمليات تتخلص. المزعزعة للأمن في هذا التوقيت قد تهدئ من التصعيد في الشارع الفرنسي أحمد؟ لا يبدو ذلك. بعض الأصوات الفرنسية، بعض الأصوات الرسمية الفرنسية، بالأمس شهدنا المتحدث باسم الحكومة طلب السترات الصفراء بعدم التظاهر من أجل تركيز الجهود الرسمية لمحاربة الإرهاب، ولكن هذه الأصوات لم تلقى أذانا صاغية لدى حركة السترات الصفراء التي أكدت مضيها قدما في التظاهرات اليوم غد. وأيضا يمكن الحديث أن وضع النهاية لهذه العملية الإرهابية نعم، يوم أمس، لا يمكن الحديث الآن أن هذه النهاية خلاص انتهى الموضوع التهديد الإرهابي، لأن هناك فعلا مخاوف أمنية كبيرة من تجدد الأعمال الإرهابية في فرنسا، وخصوصا خلال عطلة أعياد الميلاد. هناك مخاوف كبيرة من حدوث أعمال جديدة خلال الأيام المقبلة. كما نعرف أنه في 21 من هذا الشهر تدخل المدارس الفرنسية والأوساط الفرنسية في عطلة حتى نهاية العام، والإجراءات الأمنية لا زالت مكثفة في جميع المناطق الفرنسية وخصوصا في العاصمة. هناك إجراءات أمنية شديدة نعم عند أحمد، مداخل المترو وفي المناطق السياحية الفرنسية وفي الأسواق والمراكز التجارية. نعم، فهذا يعتبر إنجاز كبير للسلطات الفرنسية، ولكن الإجراءات الأمنية لا زالت إجراءات مكثفة، وهناك عديد من العناصر الأمنية في الشوارع والمراكز التجارية في وضحت فرنسا. الصورة. أحمد كيلاني مراسل الغد كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.